ايش لي هذا الغضب داعي حبوب حبوب لا تغضب ما فيش لي هذا الغضب داعي. بالريحان يتطيب أهلها وبالسحاب يتظللون، إنها رجال ألمع، القرية الممتدة على مسافة 9 قرون من الزمان. تحول فيها بناة بيوتها الأوائل إلى قصة تروى. اللهم صل على محمد على آله. الديار دولة الله حباهم بثلاث، فقوة ومادة وعقول. اللي بنى 9 أدوار بدون مهندس ولا مخطط إلا من كيفهم، عقولهم نظيفة عفى الله عنه. هذا الإجلال للتعمير دخل في عمق النسيج الأخلاقي والاجتماعي للقرية. وكان الباني الماهر هو عبارة عن ضيف طيلة مدة البناء. يعني ليس البناة وحدهم أصحاب حظوة في رجال ألمع، فالحجارة أيضا، إذ أنها لا تعامل هنا على أنها شريك في الحياة فقط، بل وتطلق عليها أسماء النساء أيضا. كل حجر لها اسم، الباني اي والله يعني مثل أسماء الحلي، هذه بانية، هذه حدة، هذه رابطة، هذه نعم ثابعة. يأخذ من الخلبة هذه ويرميها، هب لي حدة ويرمي عليها خلبة، هب لي بانية، هب لي ثابعة. نعم، هذه العمارة المدهشة بنية وجمالا هي نتاج عمل جمعي لرجال ألمع الذين لامس الصخر أعماق قلوبهم، فاختاروا أن يتذكروا تاريخهم وينسوا نوازعهم الشخصية. نظمنا لجنة اسمها لجنة تطوير الحفاظ على التراث وتطوير القرية، وبدأنا نشتغل عليها، ثم انتقلنا إلى تأسيس شركة محدودة لأهالي القرية. وإحنا الوحيدين في جميع الدول اللي أعمروا قصورهم وجمعوا تراث المنطقة. بعد أن أدى طرش الصغير مستلزمات بطولة الحجر، انصرف إلى مستلزمات رجولته التي لم توهنها السنين الطوال، فانصرف إلى استعراضها بالريحان والبارود. لبسنا النبوت ضارم باللحايم حيث ما يسرح ثرى كسر القبائل، ينثر المحجار رصاص قبل يوحي والله يا النبوت لا مثلك بضاعة، لن يكون الذات في وقت المجاعة ولا جنة خالقي، زول الحراب ما يفطي ضريبة.